أول دي إبراهيم سي أحمد شو تعطل راه جاي جاي سي أحمد جاي سيد الرئيس دخلت عليك بالله متى تلقاو فين ديروا الاجتماعات والجماعة عندكم كلها قاعات مسدودة وقتاش غتحل طبعا هو راسو قاص حكت لي نديروا في الجامعة هو قال لك نديروا في القهوة شحال انتوا واحد ما كونسومي تا قهوة دال واسي إبراهيم سيدنا إبراهيم هو اللي عرض علينا شخصيا يو كريو كريو اخويا ديروا سيمينير كريو الجملة ما يمكنش على قاتل أبو بلا تلوك السلام عليكم وعليكم السلام إخواني إخواني الرجال معشر الرجال تسمح لي انا درت لكم هذا الاجتماع خاص ومغلق هنا لانه كيهمنا انا كاشخاص ماشي كمسؤولين داكشي على السيد الرئيس جبناك القهوه مرحبا مرحبا انتما خصكم تعرفوا بان عندنا مشكل كبير مع القانون الجديد والله يسلمك هذا القانون كيبان لي ضد الرجل او هادشي ديال مدونه الاسره الا بقينا ساكتين راه غادي نكبوا الماء على كروشنا غادي يضربنا التراب غادي يضربنا التروموي خصنا نلقاو حلول عندك الحق السي احمد هادشي اللي كيطبخوا فيه شلايا مالي وما كيتجمعوا خزنه شي كيتجمع كذا كيبان ليا حتى راه ماشي في صالحنا راه غيولوا العيالات مداخلين معنا مجانبه في داكشي كاع اللي عندنا في رزقنا كله واه ماشي معقول المراه تدير حتى وياها النص ماشي معقول او تضل خدام وردام وهي في الاخر تجي تسمعك ماشي معقول المهم غنقدم لكم هادو راه نسابي هذا واخد بنتي الصغيره وهذاك بنتي اللي كبر منا هذا جمال وهذاك كمال هذا كمال وانسي بالعزيز ورا انا هو كمال وهذا هو سيبك جمال سمحوا لي كيتخلطوا لي وهذا هذا ما عرفتوش انا شكون هذا هذا هو الجمال بما حمل الحمد لله فلهذا خصنا نلقاو شي حل وشكون اللي عنده شي اقتراح انا عندي اقتراح سيدي احمد انا عندي اقتراح قول لي هو باش نديروا شي كاع الممتلكات ونخليو مع الدس ايه دغيا هو راه يجيب لك البنكه ويدير لك رزقك جي ولاش هاد البنكه ليش غتحطهم تما هاد الفلوس كاع في البنكه شي فلوس الفلوس غادي لي بحال الضريبه شتي دابا الضريبه هربانين منها حتى راه غادي هربانين منها الفلوس تجمع وتحط في شي كوفر في الدار إلا لقيتو ما لقيتو شي يجيبو هنا القهوة كاع نديرها في لاكيس بحال لاكيس قوية قوية نديرو فيها الفلوس أولا سي أحمد فيك مزيانة أنت هذا شكون جابو معنا لهذا الاجتماع؟ هذا ما فراسو والو هذا تاع كيخربق أدراجي كلشي هذا هذا ما فراسوش هذاك اللي داو لي 49 مليار جبدوا عليه الشرطة الوطنية جبدت عليه من الدار من المطمورة راهم حاضرين الشاده والفاد الله يهديك تا كتقول لي قول لي انت جمال عندك شي حاجه باغي تقولها تا كتبان لي عندك افكار شويه مزيانه قول لينا غنسيبي نعم بحكم تجربتي في التامين غندخلوا معهم مفاوضات من 50% بقاو غاديين معاهم 40% حتى 30% اللهم نص خساره ولا خساره كامله هذا كلام معقول 30% فيها خير وبركه 30% مزيان مزيان لا مزيان لكن انا واخا 30% راه بزاف اش راني معطوب حنا 30% علاش بزاف وتزيد النفقه ديال الدار لا بزاف كاين شي اقتراح اخر الله يخليكم خليونا شي اقتراح اخر انا تنقترح نلقاو شي واحد يكون ثقه ديروا اعتراف بدين ونغرقوا الممتلكات بالحجوزات وفير ما نلقاو شي واحد ثقه فين صوتوا عليه صوتوا لا 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 انسيتكم كلكم ثقه كلكم ثقه راه هاد الوقت ما بقاش ثقه عنده الحق الولي المراه اللي معاشره معاك هذه سنين وفي الاخر كتقلب 160 على 100 يعني ما يمكنش الثقه هي بغات تقسم معاك رزقك وهي معاشره معاك بقى هادشي واحد برا اللي دير فيه الثقه واحد الاوبجيكسنا سي احمد شفت كلشي هز يده وترشح يكون هو الثقه الا السيد الرئيس ما عرفتيش علاش حيت انا هو الثقة شخصيا الثقة كتسرى في الجماعة الحمد لله لا لا شوف خصني شي اقتراح اخر كاين اقتراح استفدوا من التجربة يا مزيان هذا واحد الكويري كنت كنعرف با ترينيت به وهو تا هو ولا كويري مشهور لما دعاته مراته ملي طلقات قاتو كاتب كاع الممتلكات ديالو في اسمو شي الله رضات وليدي وانت يا وليدي سيد احمد علاش ما تكتبش ليا كلشي في سميتي واش انا عندي شي حاجه انت كل بعدا بجوج وغنطلق ونكتب لك الله يهديك
انا جيت عندك الوالد. ما شوف ما مساليش ولدي، لان دابا انا عندي اجتماع مع الناس، من نسالي ونهضروا انا وياه. اسمعني انا راه عارفكم انا علاش مجموعين وعندي لكم الحل. مزيان مزيان، ويجعل الله سره في اضعف خلقه، يقدر يكون عنده الحل. وسمعوني سمعوني وما تحقرونيش، وخلوني حتى نكمل لكم واحكموا عليا. يلا سيروا. خاصكم تعرفوا بان العيالات اللي عمهم الله وطلبوا الطلاق على ود الممتلكات ديال الراجل حيت غيتقسموا عليهم بجوج. نساو وما قراوش القانون اللي كيهضر على النفقه. النفقه ما النفقه اش كيقول؟ انا نزيد نبسط لكم يسينو. خاصكم تعرفوا بان الفصل 47 من مدونه الاسره لتدبير شؤون الاموال اش كيقول؟ كيقول الا مشات حتى المراه هي اللي طلبت الطلاق، الممتلكات ديال الراجل عندكم الحق كيتقسموا عليهم بجوج، ولكن راه حتى النفقه ديال الدراري حتى هي كيخلصوها بجوج. و الا ما خلصاتش النفقه غتمشي للحبس. اييه الدري ولدي تبارك الله. عمرني ما حسيت براسي انني صغير قدامك حتى اليوم. قول لي بيني وبينك وخليني انا نقول لهم هاد الهضره، راه انا نائب الرئيس. ما تحبش ليا. قدم لكم هذا البرنامج بمساهمه ميزيدور وإغدو ريشبوند.